إلا أننا نقوم جميعا بالإقرار والتقدم الذي حققناه يقيم قوى الصلاة الداخل والخارج لتدمر المكائد وتخطط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه والعودة بنا إلى الوراء. ولكننا بفضل الله وبفضل تماسك مؤسساتنا وصلابة قاعدتنا الداخلية وشعبنا الواعي سنبحث كل هذه القوى ونحفظ أمن شعبنا وبلدنا بإذن الله. السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس الموقر، والآن وفي ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2019، وذلك على النحو الوارد بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2008 لسنة 2019. هذا وتجدد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالخط الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وأتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ